لكم مرة تانية مشاهدينا وصباحكم سكر زيادة. معا ضد الجوع هو شعار بنك الطعام المصري، والبنك الطعام المصري هو جمعية خيرية هدفها انها تجمع اكبر قدر من التبرعات المادية وكمان الاكل المتبقي من المؤسسات والجمعيات وكمان البيوت والاوتيلات عشان تقدر توزعه للناس اللي محتاجين. بصراحة من ساعة ما المشروع ده ابتدى من 2004 وفي تطور كبير جدا وكمان ساعد ناس كتير ضد الفقر. مظبوط يا رنا، وكمان البنك بيعمل عدد من المشروعات هدفه انه يوصل في الفتره اللي جايه ان شاء الله انه يساعد مليون مواطن مصري على مكافحه الجوع. ومن المشاريع الهائله اللي بيعملها كمان بنك الطعام مشروع سكوك الاضاحي اللي بداه السنه اللي فاتت، وهو مشروع خيري بيتعمل بمناسبه عيد الاضحى. كاميرتنا كاميره او تي في زارت بنك الطعام وتعرفت على تفاصيل اكتر عن المشروع، تعالوا نعرفها ونرجع تاني على طول. كل واحد بيفرح في العيد بطريقته، والخرفان دي كمان فرحتها انها تروح للي يستاهلها. لان في ناس ما بتقدرش تاكل لحمه طول الوقت، وفرحتهم انهم ياكلوا لحمه في العيد. في العيد الكبير ناس كتير بتضحي، ومنهم اللي عنده مقدرة يذبح أكتر من أضحية ويبقى عنده مشكلة إزاي يوصل كمية اللحوم الكتيرة دي للي فعلا يستحقها. دي أول مشكلة. أما المشكلة التانية فلأن كل الناس بتذبح مع بعض بيحصل تلوث بسبب دم الأضحيات وتكدس جلودها. هنا في بنك الطعام عندهم فكرة كويسة لحل المشكلتين. جوه بنك الطعام الناس فكرت تعمل سكوك للعيد عشان يقدروا يوصلوا اللحمة للي فعلا يستاهلها. بدأنا ان احنا نعمل حاجه اسمها صك الاضحيه، وبدأنا نعلن عنها ونقول للناس اللي عاوزين يضحوا سواء المصريين اللي في الخارج او المسافرين او اللي ما يقدروش يعملوا عمليه الاضاحي بنفسهم او الحاجات دي كلها، ان هم يتبرعوا ويشتروا السكوك دي من المصرف المتحد او من فروع بنك الطعام المصري المنتشره. عاوزين نوصل الاضحيه لكل الناس في مصر. احنا السنه اللي فاتت غطينا 25 محافظه، السنه دي ان شاء الله عاوزين نوزع على 27 محافظه على كل انحاء الجمهوريه. المشروع كمان له هدف بيئي، لان الذبح كله بيتم في مجزر آلي. مجزر آلي ده في كل الامكانيات والالات والنظافه، فبنعمل كنترول على محافظه على البيئه وفي نفس الوقت بنضمن سلامه اللحوم دي. هناخدكم معانا نشوف مكان من ضمن الاماكن اللي بيتوزع فيها سكوك بنك الطعام وممكن الناس تحصل عليه بمنتهى السهوله من ضمن جوله مشتريات. ايه راي حضرتك في المشروع؟ لا والله طبعا فكره حلوه قوي، يعني الناس اللي يقدر يساعد يساعد، ما يساعدش ليه؟ حضرتك بتذبح في العيد؟ لا ما بتذبحش. ليه؟ عشان الامكانيات الماديه وبعدين النظافه. يعني اذا هتجيب جزار ويذبح في البيت ودم وبتاع وغسيل وريحه البيت تبقى مش كويسه، فعشان كده ده ما بتذبحش. سؤال بس قبل ما تمشي، ايه رايك في فكره بنك الطعام؟ ممتاز، هي ماخدينها من امريكا لانها بالظبط معموله كده في امريكا. اكيد فكره كويسه جدا طبعا، اكيد يعني. ليه؟ هيوفر التعب، وبعدين غير كده يعني احنا مش بالطبع بنبقى عارفين الناس اللي هم مستحقين. في ناس فعلا مستحقين واحنا ما نعرفهمش. جيت اسال الناس على ردود افعالها ورايها في الفكره، لكن وانا بتكلم معاهم حصلت مفاجاه جميله. الناس بينوا لي بعد تاني لقيت ان من المناسب ان انا اظهره. قول لي حضرتك بتضحي؟ لا ما بضحي. ليه؟ عشان مسيحي. طب ايه رايك في الفكره؟ انا لسه ما شفتهاش. هي بنك الطعام بيجمع من القادرين وبيدي للغير القادرين. ده ممتاز. ممكن تشترك؟ ممكن اشترك. اه ايه المشكله؟ مش مشاكل. هي محاوله حلوه بس هي عايزه مش مؤسسه واحده، مؤسسات. طب انت وانت مسيحي مساعد تشترك؟ اه ايه المشكله؟ مش معلش، في يوم من الايام هل انا اتولدت معايا فلوس؟ طب انا ممكن اكون انا واحد من الاسر دي، مش ممكن؟ لان الحاجات البسيطه دي هي اللي احنا دايما بنتكلم في مصر وبنقول وحده وطنيه، فالحاجات دي ممكن هي اللي تعبر فعلا اذا كان في وحده وطنيه ولا لا. هي دي اللي تقول ان في فرق بين المسيحي ومسلم ولا، وفي المناسبات اللي زي كده.
صكوك الأضحية ما كانتش بس جسر بين الفقراء والأغنياء، لكن ورتنا قد إيه روح العيد جوا كل الناس، لأن الجوع ما بيفرقش. لو الهدف من التضحية والذبح في العيد هو توصيل اللحوم للفقراء والكل اللي فعلاً محتاجين لها، يبقى صكوك بنك الطعام للأضحية قدرت فعلاً تقوم بالمهمة دي. منى عراقي، أو تي في، القاهرة. عن فكرة صكوك الأضاحي معانا ومنورنا في الاستوديو الأستاذ معز الشهدي المنتدب العضو المنتدب لبنك الطعام المصري. صباحك سكر زيادة يا فندم. صباح النور. مظبوط الاسم كده؟ قعدنا نحاول قبل الفقرة. أستاذ معز، عايزين نعرف معنى صكوك الأضاحي إيه عشان الناس تبقى فاهمة برضو إحنا بنتكلم على إيه. هقول لحضرتك، هو صك الأضحية أو صكوك الأضاحي هو عبارة عن زي مستند أو توكيل المضحي بيفوض بيه بنك الطعام ان هو يشتري نيابه عنه الاضحيه وتتذبح في الميعاد طبقا للشريعه ويقوم بتوزيعها. تمام. احنا فكرنا في الفكره ديت نتيجه ان العشوائيه بتاعه توزيع الاضاحي. لو حضرتك فكرتي تقولي في اي شارع او في اي مكان، عدد الاضاحي اللي بيتذبح بيتوزع على نفس الناس. صح، مظبوط. لدرجه بيوصلوا حضرتك خليها في الثلاجه عندك. أو يبعد أو ياخد زيادة أو ياخد زيادة ويبوظ عنده وفي بيبيعه. بنك الطعام كيان خيري، عندنا حالات مدروسة من جمعيات في جميع محافظات مصر، ناس فعلا مستحقة. ممكن أقول لحضرتك ما شافوش اللحمة. فالفكرة جت من هنا، يعني طب أنا عندي الحالات دي ليه ما أشتريش الأضاحي وأسوق الصك دوت على الناس اللي عايزين يضحوا وأوزع على الناس اللي فعلا محتاجة ديت ومستحقة، بحيث انها تتوزع صح، ما يبقاش في ناس ما يبقاش عشوائية بقى. بالظبط، يعني عشوائية التوزيع، في ناس ما بيروح لهمش، ما فيش حد بيذبح حواليهم فما بتوصل لهمش. المشروع ده بدأ السنة اللي فاتت، عايزين نعرف الفكرة جت ازاي من الأول خالص، مين اللي قال لكم مثلا ان ممكن تعملوا حاجة زي كده، او شفتوها في بلد تانية موجودة في حتة تانية قلتوها نطبقها في مصر، والمشروع وصل لإيه السنة دي؟ هو بالنسبة للفكرة بتاعتها، بنك الطعام المصري بقاله سنتين، يعني بدأ نشاطه من سنتين، فمن ضمن التخطيط اللي احنا عاملينه هو جزئية الأضاحي العشوائية. لأن من ضمن أهدافنا كبنك الطعام إن احنا ننظم عشوائية الخير. احنا بنشتغلش مباشرة مع المحتاج، بنشتغل من خلال جمعيات. احنا بنحاول ننمي الجمعيات دي. تمام. والحمد لله في جمعيات أخرى ابتدت تفولو أو تتبع نفس النظام، إن هو بيتعاملوا من خلال جمعيات عشان نقدر نوصل للقاعدة الأكبر في مصر، في محافظات مصر كلها. السنة اللي فاتت عملنا تجربة، كمية كانت كويسة بس مش طموحاتنا، وتنفذت الفكرة ديت. موجودة في السعودية، الحجاج ما بيبقاش فيه عنده وقت إن هو يذبح ويوزع، ففي شركة هناك بتسوق الصكوك دي، وفعلا الحاج بيروح يشتري الصك وبيفوض الشركه في القيام بالعمليه دي تماما. فاحنا فكرنا فيها، طب ما نعمل نفس النظام عشان اقدر اوصل للمحتاجين اللي انا عايز اوصل له. وفعلا عملنا كده السنه اللي فاتت، تم تسويق جميع الصكوك اللي احنا نزلناها بعدد الاضاحي. عايز اوضح حاجه، معلش حضرتك، مجموعه من رجال الاعمال هم اللي عملوا المشروع ده، اللي عملوا مشروع بنك الطعام. بنك عموما الطعام. بنك الطعام فيه مظبوط مجالات كتيره، وده فرع طبعا من او مشروع صغير جوه بنك الطعام. بالظبط، من مشاريع اللي احنا بنقوم بيها في بنك الطعام. السنه اللي فاتت نجحنا ان احنا نوزع على 36,000 اسره في 25 محافظه من خلال 160 جمعيه. دوت عشان نعالج عشوائيه التوزيع. فكرنا اتطور اكتر من السنه اللي فاتت. قلنا طيب الناس دي احنا عارفين ان هم ما اخدوش لحمه قبل كده، طب احنا عايزين بدل ما ياخدوها مره واحده عايزين نوفرها لهم على طول السنه. فتم توزيع 75% من لحوم الاضاحي اتوزعت على 36,000 اسره، وال 25% فكرنا ازاي نحفظها لمده السنه عشان اوصلها لهم برضو. تمام. فدخلناها في التصنيع. انا عايز اوريها للمشاهدين فعلا، لان هو دي هي الفكره دي منتج فعلا اوكي حلو قوي.
فعلا تبقى محفوظه حفظ سليم، فتبقى واصله للناس. ده تاريخ انت يعني انتاجها او انسحابها صلاحيه اكتر من سنه. من سنه حلوه، وعاملينها بكذا نوع من الخضار، يعني الفاصوليا واللوبيا والبسله، غذاء كامل بالظبط، بحيث ان مع الغذاء الجاف اللي احنا بنقوم بتوزيعه كل شهر على الحالات المستحقه، لا انا بوفر لهم كمان لحمه بالخضار. فيبقى دلوقتي عالجنا عشوائيه التوزيع وعشوائيه التوقيت الزمان نفسه، ما يبقاش الناس بتاكل لحمه بكميات كبيره قوي في العيد وبعد كده ما يشوفوهاش. طبعا لازم تبقى مستمره معاهم. طب استاذ معاذ برضو عايزه اوضح حاجه، يعني الناس اللي ما بتبقاش عارفه توزع لحمه لمين وفين، تيجي لحضرتكم للمشروع يشتروا الصك. يشتروا الصك، صك الاضحيه. مظبوط، وده متوفر في اماكن معينه. هو ده اللي انا عايزه اوضحه للجمهوريه، عشان فعلا في ناس كتير ما بتبقاش عارفه تروح فين وتعمل ايه. سوبر ماركتس كبيره، عشان نوضح بس، السوبر ماركتس الكبيره بيبقى موجود هناك مكان مخصص لل، وفي الكول سنتر بتاع بنك الطعام، مجرد يتصلوا بنبعت حد يحصل ال، معلش نمره التليفون 160 60 160 60. ده الكول سنتر. 160 60. مشاهدين لو عاوزين تستفسروا او عاوزين تشتروا السكته بالظبط، وزي حضرتك ما قلتي موجود في السوبر ماركت الكبير، في المولات الكبيره. حلو. طيب عايزه برضو اعرف من حضرتك، في فعلا عندكم يعني بتربوا مواشي في مزارع عندكم، ولا ده مش حقيقي؟ لا ده حقيقي، ده موجود. يعني هقول لحضرتك حاجه، زي ما قلنا احنا مجموعه رجال اعمال، ففكرنا من اول يوم هل هنفضل معتمدين على تبرعات؟ لا، قلنا لازم بنك الطعام ده يبقى كيان قائم بذاته، بس طبعا مش من داي وان هيبقى كده يعني. طبعا. فكان حطينا شعار الاستثمار هو ضمان الاستمرار. وفعلا بدأنا استثمار، من ضمن الاستثمارات بتاعت بنك الطعام هو مزارع تسمين. عشان أقدر أوفر صك الأضحية، أولا بيجيب دخل إيراد ومكسب للبنك الطعام طول السنة، وفي العيد الأضحى إحنا أرخص صك أضحية موجود. أوكي. هو ما فيش صكوك أضحية، بس أرخص سعر أضاحي. لان المزرعه ديت بتاعه بنك الطعام. طيب بالنسبه للمشاريع اللي جايه، في تطور في ايه المشاريع اللي جايه؟ انا حضرتك تسمحي لي بقول السنه دي بقى. السنه دي احنا في تطور من السنه دي للسنه اللي فاتت كبير جدا، ويمكن استاذ معاذ ورينا ورق واحصائيات تدل ان الموضوع منتشر جامد جدا وفي نتائج جامده. مظبوط مظبوط. بس انا بالنسبه للاضاحي احنا مضاعفين الكمية بتاعت السنة اللي فاتت كذا مرة. اوكي. العبوات ده بسبب نجاح المشروع السنة اللي فاتت. بالظبط بالظبط، وهو ده اللي خلانا استثمرنا في مزارع تسمين. تمام. من ضمن البرامج بتاعت بنك الطعام التوعية الإعلامية طبعا. التوعية عموما بعدم إهدار الطعام. أنا مجال العمل بتاعي فنادق. فحصل اتصال بالفنادق، واتفقنا معهم على نظام وأسلوب معين ان هم ما يرموش فائض الطعام، وبقول فائض مش الفضلات، الفائض اللي بيفضل على البوفيه بعد طبعا ده على طول بيبقى فيه فوائد كتير جدا. لا مش لا الفائض يعني اللي لو حد راح متاخر الفرح هياخد منه. بيقوموا بتعبئته وتوزيعه على اقرب مناطق عشوائيه او دور ايتام او دور مسنين للفندق. اوكي. الفكره دي اتطورت، يعني انا عايز ابين ان الخير موجود في الناس كلها. الأول كنا بنوفر لهم العبوات كبنك الطعام، بنبعتها لهم عشان يملوا الكمية اللي يطلبوها، وكنا بندفع إكراميات للستاف اللي بيقعد بعد ساعات العمل عشان يقوم بالعملية دي. لقيت إن بعد فترة ابتدوا يتصلوا بي، لا مش عايزين عبوات، عايزين احنا هنجيب. هم هيوفروها هم هيوفروها. لا مش عايزين الإكراميات دي، الناس دي بتعمل العمل دوت بحب، وكده كده بياخدوا التيبس بتاع الايفنت اللي هم بيبقوا فيه. ده دي حاجه كويسه جدا. اقول لحضرتك وصلنا بقى الرقم كام توزيع في الشهر؟ في الشهر 6,600,000 وجبه توزعت على الناس، على توزعت على ناس محتاجه. في القاهره وبرا القاهره ولا برا القاهره؟ كل محافظات مصر. كل محافظات مصر. لان المشروع لما ابتدى يمشي كويس عملنا اجتماع مع غرفة المنشآت الفندقية اللي هي بيتبعها جميع فنادق مصر، واتفقنا ان هو يتم تعميم المشروع ده على جميع الفنادق، وفعلا غرفة المنشآت قامت بإصدار المنشور ده جميع فنادق مصر. فأنا عندي في كل المحافظات مفيش أكل بيهدر دلوقتي،
المشروع اللي جاي بقى ان احنا هنعمل قبل المشروع اللي جاي عشان امال بقالها شويه على التليفون. امال ايوه صباح الفل. صباح الخير. كل سنه وانتي طيبه. طيبين وانتي جميلة. طيبه وانتي طيبه يا جميل. حبيت استفهم بنك الطعام ده هل مثلا في البيوت بتبقى فيه اوقات عزايم كتير او افراح او مناسبات يعني بتبقى فيها اكل كتير جدا وبيفضل مزبوط. كتير جدا مش بيفضل من الناس بيبقى في زي ما بيقول الفائض مش مظبوط. هل ده ممكن نبقى نتصل بيهم يجوا ياخدوه؟ 160 60. استاذ معاذ معانا برضه يرد على حضرتك. ممكن. لا اقول لحضرتك طيب. حاجه أيوة. استاذ معاذ هيرد عليك. هو احنا بنطلب ان الناس كلها تتعاون في الجزئيه دي خصوصا التعامل في الطعام حساس قوي يعني ممكن اكل يبوظ ويتلف في لحظه. طبعا ده محتاج. فاحنا بنطلب الناس ان هم يا ريت يوزعوه على اقرب محتاج. طيب. واكيد طب حوالين اي منطقه. استاذ معاذ هيرد عليك. يعني هو ده احنا يا ريت الناس تقوم بالعمل ده. هو ده المشروع الجديد بقى اللي انا كنت هقوله. طيب. ان احنا هنعمل حمله توعيه للمنازل للافراد. بمعنى استاذ معاذ ان هم ما يرميش اكل. ما يسيبش اكل لغايه لما يتلف عندهم في البيت. هننزل عبوات من ديت في السوبر ماركتس بفلاير منشور بنشرح ما تسيبش الاكل يتلف وزع الاقرب محتاج. والعبوات ديت هتسهل وهتفكر هايله دي طبعا لان في ناس بتبقى عايزه توزع ما تعرفش توزع فين. مظبوط. فدي هتبقى موجوده. احنا عملنا حسبه بسيطه ان هم يودوه البنك الطعام المصري. اقول لحضرتك عشان يتصلوا ونبعت حد ياخد وبعدين يبتدي يوزع هتاخد كام ساعه؟ كتير. ممكن اكل يتلف. وبالتالي الاسهل يتوزع على اقرب حد محتاج. تمام. فبقول لحضرتك يعني الفكره بتاعه التوعيه اللي احنا بنعملها ديت احنا بنقول ان احنا 75 مليون. فرضا قلنا 1% بس هيطلع وجبه في اليوم. تمام. 1% يبقى 750 الف. اوكي. وجبه في اليوم. يعني في الشهر 22 مليون ونص. حلو قوي. طيب. يبقى مش في ناس مش هتبقى جعانه. طيب استاذ معاذ احنا معانا اتصال تاني معانا كاتيانا من الاردن. الو 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 مرحبا. مرحبتين كيفك؟ تمام الحمد لله. اتفضلي. كل سنه وانت طيبه الاول. كل سنه وانت طيبين. انت طيبه. ممكن احكي بليز مع الاستاذ معاذ؟ اتفضلي. اتفضلي كاتيانا. بليز بس بدي اشكركم على البرنامج والجهود كلياتها اللي بتقدموها ببنك الطعام. واحنا عندنا برنامج بيشبه البرنامج اللي عندكم اللي هو تكيت ام علي. اوكي. سامعيني. وحابين بس نشكركم على الجهود الفظيعه اللي انتم بتقدموها. واذا بدل على شيء بدل على انكم عن جد فظيعين وبس حبيت احكي لكم ثانك يو. ميرسي يا تاتيانا جدا لاتصالك وتابعينا على طول وكل سنه وانت طيبه. طيب نرجع للسكوك. ميرسي جدا. هو انا برضو عايز ارد على تاتيانا. انا بشكرها على الاتصال وفعلا الاردن فيها تكيت ام علي وفي تعاون كبير ما بين بنك الطعام المصري وتكيت ام علي. واحنا في رحلات متبادله وسفريات متبادله بنتبادل الخبرات لان انا عايز اقول برضو ان العمل الخيري زي اي عمل في تطور وفي علم وفي دراسه. طبعا. مش واحد وقت فراغه يعمل ده ويعمله او ما يعملوش. لا احنا شغالين على منهجيه صح. وتكيت ام علي من الجهات اللي احنا متعاونين معاها جامد يعني وفي برامج كتير بنعملها سوا. في تعاون مع اي بلاد تانية استاذ معاذ؟ في اي تعاون مع بلاد تانية ولا بس هي الاردن؟ في الوقت الحالي هي الاردن. بس في عندنا زي ما بنقول على الران واي في سوريا. في السعوديه ففي بعض البلاد هتشترك في ال. طيب عاوز ارجع لسكوك القطعه تاني وعاوزين بس نقول للمشاهدين واحده واحده ممكن يعملوا ايه. هيروحوا للسوبر ماركت الكبير. اوكي. اللي هيلاقوا فيه اماكن مخصصه لبنك الطعام المصري. هيسالوهم عاوزين ان هم عاوزين سكوك. هل في شروط معينه للسكوك دي ولا مفيش؟ هو برضو عشان يعرفوا فين الصكوك ممكن يتصلوا ب 160 60 يا اما هم هيوفروا لهم الصكوك. تمام. او هيقولوا لهم اقرب مكان ممكن يلاقوا فيه الصكوك. الصك ب 850 جنيه مجرد اللي هو الشخص يروح يدفع فلوس ياخد الصك. تمام حلو قوي. لان بعدد الصكوك دي احنا لازم بندبح اضاحي لان دوت هي دي
حلو قوي. بنشكر حضرتك جدا يا فندم، وفعلا مبسوطين ان في حاجه زي كده موجوده في مصر، وبنتمنى لك كل التوفيق، ولو نقدر احنا نعمل حاجه يا ريت تقول لنا. تقدروا تعملوا كتير وكفايه البرنامج ده. ميرسي قوي. شكرا ليكي وكل سنه وانتي طيبه. حضرتك طيب. مشاهدينا هنروح حالا لدكتور منى رداميس، لكن بعد الفاصل. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. عايز تنزل أجدد رنات الكريسماس على موبايلك؟ دلوقتي تقدر تتصل بالخط العملاق وتدخل كود الأغنية اللي تعجبك. وكل سنة وانتو طيبين. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. عازم أصحابك على العشاء؟ محتاس في الطبيخ ونفسك تبهرهم؟ طب لو جبنا لك واحد من أشهر 5 طباخين في العالم يساعدك، ممكن جاري أو أنتوني، جوردن أو جيمي، ويمكن إينزلي. تفتكر العزومة هتبقى عاملة إزاي؟ شوف Friends for Dinner يوم الخميس الساعة 6:30 بالليل، والإعادة يوم الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على OTV. عنده ايه ده يا دكتور؟ ده جنون السينما. طب ايه الحل؟ نديله سينمانيا مرة في الأسبوع، أتلملم له كل اللي بيحصل في عالم السينما القديم والجديد، الناجح والفاشل. ونجيب سينمانيا ده منين يا دكتور؟ شوف سينمانيا الليلة الساعة 6:30، والإعادة بكرة الساعة 4 بعد الظهر على OTV. حياة المحترفين برا الملعب فيها مجد، فضايح، ستات وفلوس وشهرة، كل ده في Footballers Lives. شوف Footballers Lives يوم الجمعة الساعة 1:30 بالليل، والقعدة يوم السبت الساعة 9 بالليل على OTV. Just a few minutes you'll be leaving on a race around the world. الحياة سباق. And as you travel, you'll have to complete various tasks. كل واحد بيجري ورا هدف. First team to cross the finish line at the end will win $1 million. بس الجايزة فيه تستاهل. شوف Amazing Race يوم الجمعة الساعة 7 بالليل، والقعدة يوم السبت الساعة 12 الظهر على OTV. صباحك سكر زياد. رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا، وصباحكم سكر زياده، وارجع اقول ثاني وثالث ورابع كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله تقضوا عيد جامد جدا. عايزين نتكلم دلوقتي فقره بناكل ازاي عن اللحمه الضاني. يمكن احنا بنكتر منها قوي في العيد، وممكن تكون فعلا مضره علينا لو كترنا منها. مظبوط، متعبه ساعات، بتبقى متعبه شويه، بتتقل كده. انا عن نفسي لو اكلت لحمه بتعب على طول عشان كده احنا هنتكلم معاكم بالتفصيل عن اكل اللحمه الضاني والطريقه المفروض ناكلها بيها وازاي تبقى صحيه. لكن في الاول خلونا نشوف راي الناس في اللحمه الضاني، وهل بيحبوها وبياكلوها ازاي، وايه الانواع الثانيه، يعني ممكن يبدلوها بانواع ثانيه. وتعالوا نشوف ناس قالوا ايه ونرجع تاني. دايما لما بيجي عيد الاضحى اكتر اكله بتبقى منتشره هي اللحمه الضاني. في ناس بتحبها وبتاكلها، وناس ما بتاكلهاش، اما عشان ما بيحبوهاش او لاسباب صحيه.
لا ما بحبهاش بصراحه. قليش في الضاني خالص. ايوه باكل لحمه ضاني بس، فما باكلهاش غير في غير شوي بس. لا انا عشان عامل عمليات كده فما باكل حاجه بتلو صغيره كده، عشان طبعا انت عارف الدهون والحاجات دي بتبقى جديده اللحمه الضاني عليها. اه بالتاكيد طبعا بناكل لحمه ضاني، ما فيش حد في مصر بحاله ما بياكلش لحمه ضاني. اه باكل بس مش كتير يعني. انا ما باكلهاش قوي يعني، انا باكل بحب السمك جدا يعني. باكلها بس في العيد لان لها يعني مضار كبيره، ان انواع الاخرى بتتاكل في الايام الاخرى، انما يمكن الاولاد ياكلوها كبار يمكن بتبقى صعبه عليهم شويه. عشان السن كبرنا شويه فبنقلل منها شويه. واللحمه الضاني بتبقى غنيه بالدهون وليها اضرار صحيه خصوصا على الاطفال او كبار السن.